بين ابو بين آآ آآ الامارات وبين فرنسا وان المتحف هدفه انه بيجمع بيعرض القطع الاثريه من كل العالم واخدها وهو واخدها من فرنسا وهيرجعها طب القطع المصريه القديمه لا الفراعنه والعصر الفرعوني دي بقى منين؟ اه دي مصريه فعلا بس دي طالعه من مصر وفقا لقانون كان معمول ايام الملك فاروق لما لقي ان كل اللي بيجي ينقب هنا بيسرقوا الاثار وبيطلعوها قال الدول بلاش السرقه وانا الحاجات اللي ممكن نهدي للدول او ندي للدول القطع اللي مش مكرره ده اضافه للي زمان واتخذ زمان والكلام ده كله مصر لم طلع منها اثار ولا حد بعت اثار ولا حد عمل اي حاجه انما هو الفكره كلها هري والفكره كلها طبعا في ناس هتشتم طبعا اكيد في الامارات وناس هتقول لك يعني مش عارف ايه اللي بيعمل ده المتحف اكتر من 120 قطعه طبعا كلها قطع نادره على فكره من يعني من حضارات كتيره الصين واليابان وحتى من فرنسا حضارات كتيره جدا موجوده في المتحف ده احنا بقى عملنا في فيلم انما كل يوم بتعمل ده عندي رساله من الاستاذ احمد